شيء؟ لا. فالمضمون شو هي الرسالة؟ اعتبرنا المضمون هو التدخين يؤدي إلى الوفاة، إلى الموت. لأنه كتبت وصيتك هي يعني أنه أنت على شفير الشاوية. الأسلوب اعتبرناه في استعمال للصور وللغة، واعتبرنا أنه استعملوا أسلوب الترهيب التخويف، الترهيب التخويف الاستفزاز. لا مش بتاكل غيرك. ليه؟ ليش التدخين بيقتل غيرك؟ بس انت هون، احنا هي عم نحكي.